بنقول الأهلي نادي المبادئ، يا ترى ده شعار وكلام وخلاص ولا حقيقة بتأكدها مواقف كتير في تاريخ الأهلي؟ في مايو 1997 حصلت أزمة كبيرة قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي في نهائي كاس مصر، زي اللي بتحصل الفترة دي قبل كل مباراة، وكأن الموضوع مفتعل ومتعمد لخلق حالة من الكراهية ضد الأهلي اللي دايماً بيثبت إنه فريق كبير وبيعمل اللي ما بيعملوش غيره. باختصار، قبل أيام من مباراة النهائي الإسماعيلي طلب إن الماتش يتلعب بالنهار، وده عشان يسهل لجمهوره إنه يسافر ورا فريقه بسهولة، ولكن اتحاد الكرة رفض، وكالعادة طلع كلام عن مجاملة الاتحاد للأهلي وإن في تعنت ضد الإسماعيلي. وبالرغم إن الأهلي كان ممكن يقول وأنا مالي، دي مشكلة ما بين الإسماعيلي واتحاد الكرة يحلوها مع بعض، لكن كابتن صالح سليم رئيس الأهلي وقتها اتصل بالمهندس إسماعيل عثمان وقال له إنه ما عندوش أي مانع إن المباراة تتلعب بالنهار، فبالتالي المشكلة اتحلت وأصبح الفريقين عندهم طلب واحد، فاتحاد الكرة وافق واتلعبت المباراة بالنهار تنفيذاً لرغبة الإسماعيلي. الفكرة بقى إن الإسماعيلي هو اللي فاز، وده كان تعليق رئيس الإسماعيلي بعد المباراة. إسماعيل عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وتدي الكاس لمين وتهدي لمين دلوقتي؟ أمور إسماعيلية. ومين تاني بقى؟ ومين تاني؟ أقول لك حاجة ما تزعلش، ودي للكابتن صالح سليم. معلش حزعل، أكيد مش أمور إسماعيلية ده حزعل. لأن لما حققنا المعادلة، أولاً لما الحب اللي بيننا لما قعدنا مع بعض، وجات مشكلة الظهر قال أنا ما زعلش الشعب الإسماعيلي، وعمل الماتش إمتى؟ الظهر، وهو اللي وافق. كان ممكن يعصلك ويزرجن ويقول لا إحنا قلنا إنما الحب يا جماعة بيخلق النجاح والقدوة وكل حاجة. صحيح الأهلي خسر المباراة، لكن كسب احترامه لنفسه أولاً والمنافسة الشريفة. وبالمناسبة الموقف ده تكرر مع الإسماعيلي بعدها بسنتين، ولعب مع الزمالك نهائي كاس مصر 99 بالليل عادي وما حصلش ضجة ولا حاجة. وبالمناسبة كمان لما الإسماعيلي بطل دوري 2002 طلب إن مباراة السوبر تتلعب على ملعب الإسماعيلية، ملعب بطل الدوري، لكن اتحاد الكرة رفض وصمم إن المباراة تتلعب على استاد القاهرة اللي هو بالصدفة ملعب الزمالك. ورغم إن الزمالك والإسماعيلي ولاد عم زي ما بيقولوا، لكن الزمالك وقف ساكت أمام شكوى الإسماعيلي اللي وصل بيه الأمر إنه ينسحب من البطولة، ولعب الزمالك مع المقاولين وقتها. ما علينا بقى من غيرنا، موقف 97 ما كانش استثناء وحيد في تاريخ الأهلي، وأظن ما لحقناش ننسى موقف الأهلي مع غزل المحلة لما طلب استبدال مباراته في موسم 2021، لأن استاد غزل المحلة ما كانش جاهز لمباراة الدور الأول، وطلب غزل المحلة استبدال المباراة من الدور الأول للتاني عشان يبقى عنده فرصة إنه يلعب المباراة على ملعبه، وفعلاً الأهلي وافق على طلبه. ولو رفض الأهلي كانت المباراتين هتتلعب في القاهرة ويفقد المحلة ميزة اللعب على ملعبه، بس لأن الأهلي نادي المبادئ قولاً وفعلاً بيوافق على طلبات الأندية التانية من غير مزايدة ولا بنقول ولاد عم ولا ولاد خال. ودي كانت حكايتنا النهاردة من برنامج حكايات أهلوية.